ندير العطريه اللي قلت لكم دابا نيت. ندير شويه ديال الزعفران ورا مع غادي تطبخ الطاور غادي تطلق. ندير شويه ديال الملحه ضروري الملحه وبليجي على حسب الملحه على حسب الكميه اللي عندكم. هادشي راه غني على التعريف، حنا كنتوحشو نشوفوكم ونبارطاجيو معكم شي حاجه تفكروها وايام زمان ديالها. انا عندي الزيت البلديه ندير شويه دابا وواحد شويه حتى طيب، بقاش القناريه كتبغي الزيت، هي كتبغي الزيت بزاف لان هي كتكون ميه كتطلق الماء. عندي هنايا الزيت الروميه، اما زيت البلديه حتى طيب وغادي تطيب وغادي نعاد. غادي ندير كلشي في البرد، بطيشه كما قلت لكم راني قطعتها خليتها بزريعتها بكلشي لان القناريه كتبغي الحموضيه. صافي ما كنشحرها ما والو. نزيد لها الماء ندير لها جوج كيسه، نزيد لها كاس اخر وعاد غادي نسكر ليها. وغادي نخليها نضرب ديت تنقي ديك الاكسده ديالو كتهضر. ندير هذا في يدي، هذا باش صعيب، هذا فيه الشوك بزاف، كنتو تشوفوا الشوك، هذا فيه الشوك بزاف، ها هو صعيب نقيه، ولكن غادي نحاول نقيه. هادو خوتي نقي معكم واحد شويه، غادي نشارك معكم واحد القصه وقعت لي مع هاد الخرش في البردي. انا عزيز عليا والاخوه اللي ساكنين في مكناس وكيعرفوا مكناس هما اللي غنهضر معاهم في هذا الموضوع، اما الاخوه الاخرين غادي نكون غير نصدهم بهذا الموضوع يكون ما تيهمهمش. على كل حال هذه هي قصه ديالي انا خاصه، يعني ماشي نقدر نشاركها معكم هي تضحكوا شي شويه وصافي. كنت واحد النهار مشيت للمغرب واحد العام، ما كانش الوالده كانت هنا ما هضرتش معنا داك العام الله يطول عمرها. وهبط اللي كيعرف مكناس في السكاكين كاينه بالريمه واحد البلاصه كيقولوا لها بالريمه، انتما خوتي عزيز كنحيدوا هذا ضروري هذا يتحيدوا. وانا كنخاف من الشوك، وداك الراجل داك الراجل تيحطوا بيعوا كيبيعوا داك الشوك ديالو اللي كبر من هذا، داك اللي كاع مازال هاكا كله مشوك. صافي هادي انا لقيتها وسولناه ديك الساعه شحال كان، قال لينا والله ما عقلتش حتى من شي كنعاود لكم عليه راه شحال هادي. وانا بغيتو وما باش نجيبو للدار ونقيه بهذيك الحاله ما نقدرش، الوالده اللي مسكينه كتكابر في داك الشيء ما كانش طول عمرها كانت هنا. وانا قلت له قال لي داك الثمن، قلت له ايوا صافي الكوكوطه تصفر صافي هذاك الثمن وما من قصص نقيه. هو مسكين قال لي لا وانا غادي نطيبو لك انا ماشي غادي غنقيه. قلت له صافي خاصني نطيب. مسكين طلعت له الدم طلعت له الزهر. صافي نطيبو بهاد الطريقه الكوكوط اللي شديت على اللحم راهي هي كتصفر ديك الحيمه طيب. وهذا غادي نسلقو نسلقه وقبل ما يطيب اللحم كاع كامل غادي نديرو عليه. كيما شفتو خوتي العزاز ديك الحمايه طابت، نورمالمون ما كانش طيب بزاف ولكن اللحم طاب دغيا دغيا بواحد السرعه.
راه طاب. دابا انا غادي نحيدو من غادي نحيدو من هاد المريقة، طاب بزاف ما غاديش نقدر نزيد عليه القنارية لان طاب. غادي نحيدو وغادي نزيد عليه ديك القنارية، ولكن غادي نقول لكم واحد الطريقة جديدة عاد شاركها معايا منطا، لحقاش هو اللي جاب هاد القنارية من المغرب هاد الخرش. انا درت الطريقة اللي كندير دائما معتمدة عندي، جا هو عطاني فكرة واحدة اخرى. اللحم طوب لي طاب، طاحو له كاع العظام ديالو. طيب هذا هاد القنارية انا قبل اللي نقيت معاكم حيدت لها هاد القشرة هادي كاملة حيدت لها. هو راجلي فاش جا عطاني فكرة قال لي ما تحيدي لها غير الشوك من الجناب لحقاش صعيبة في التنقية، وخليها بهاد القشرة ديالها وديري غسليها مزيان وديري الملحة والحامض في الماء وسلقيها بلا ما تحيدي لها هاد السلوك هذا اللي كان حنا كنحيدو. وفي الصراحه جربتها دابا انا وياه، هو اللي عطاني الفكره وجربتها، هو اللي دار هذيك الطريقه. راه كيسلم عليكم هذا المنبر. الطريقه اللي درنا هي هذه، فاش سلقنا بقشورها بداك الاخر ديالنا ما حيدناهمش، جات بهذه الطريقه بحال اللي راه هي يعني الانسان يسهل اموره عليه يعني بداك التقشار وداك التحياد، بحال اللي مقشره بحال اللي ما فيها حتى شي فيهاش كاع السلوكه لا والو، جات نقيه. بدير الفكره ماشي ديالي، ديال با سعيد كيشاركها معكم، هو راه مبغاش كاع كيهضر معكم حيت عيان. دابا غادي نصفي هاد المره اللي غسلتها وشلتها من الحامض وشلتها من الملحه، لان كنديرها في الملحه والحامض فسلقناها. ودابا غادي نزيد على هاد المريحه تشرب فيها ديال المرقه. واش كي جات بهذه الطريقه جات ما يعني اللي بغى يسهل الاموريه على راسو بهذه الطريقه اللي دار با سعيد، واللي ما اقتنعش بها هذه الطريقه اللي وريتكم انا، ودير الانتخاب شي الطريقه اللي جاتكم سهله ديالي ولا ديال با سعيد. هو طريف ديال الحامض هو راه فيها. غادي نخلص غادي نديرها مسلوقه في الملح والماء والحامض، ولكن غادي نذوقو ولا كنخصهاش. الا شللتها بزاف تمشي يبقى فيها الملحه بزاف، شللتها بزاف. المهم حنا اليوم النوايا ديالنا تحدي، شوفوا شكون اللي جرب هاد الطريقه ديالو يقول لي جربها، واللي جرب الطريقه انا الطريقه ديالي خلاص هي المعتمده ديال دائما كنديرو كاع النساء كنعرفوها من زمان، كنقشروها ونحيدو لها دوك السلوكه الطريقة جديدة هي ديال با سعيد. صافي ويجي في سر الومان سطيبة. دابا غادي ندير هاد تشرب هاد المرقة مزيان مبقاش اللحم طاب، وغادي دابا حنا راه الصيام مغاديش نقدرو ندوقو مار كيفاش غادي تكون. بعد واحد يحرر لها الملحة إلا كانت هي خاصة شوية ونزيدو لها شوية الحامض. وصلت عندي هادي الفكرة اليوم شاركتها معكم ديال با سعيد. Là, je serai là, on est haut. Est-ce qu'il y a le rouleau de pizza? Elle est belle, hein? Elle est là. Là, je ne vois pas, c'est trop bien. Là, je ne vois pas, je fais des copies, hein, tu sais? Non, pas du tout. علاش ما علاش هذا درتو له خبيتو السراري خير فقتو ليا نطبطيلي يعني كيكون فقتو ليا الطبيطون ديالو. اه هذا هو الطاجين المفضل عندي انا، وهذو الخرابيقات المفضلين عند البازاويت. و هذه صلصة البيتزا مقطوعة